صنعاء تكتسي بصور قاسم سليماني بحشود حوثية، هل أصبحت صنعاء مدينة مغلقة للنفوذ الإيراني؟ وما هي مخاطر استمرار تكريس الثقافة الطائفية في أوساط مجتمعنا؟ أهلا بكم. احتشد الألاف الموالين من لميليشيا الحوثي اليوم بصنعاء للتنديد باغتيال القيادي الإيراني قاسم سليماني في بغداد بواسطة غارة أمريكية. لم يخفي متحدثو الميليشيا في الفعالية ارتباطهم بإيران وتأثير مقتل سليماني عليهم كجزء من مشروع إيران في المنطقة. من صنعاء إلى طهران تتوحد الأهداف والشعارات، ويتوحد الحلفاء والخصوم في ظل غياب للمشروع الوطني والعربي المعادل للمشروع الإيراني في المنطقة. فتحالف السعودية والإمارات عجز عن استعادة صنعاء من ميليشيا الحوثي طوال 5 سنوات، ناهيك عن فشله في ملفات أخرى في المنطقة. وفيما يخص الداخل اليمني، تكريس الثقافة الطائفية من قبل ميليشيا الحوثي ينذر بكارثة فكرية وثقافية في أوساط المجتمع، إذ يخشى مراقبون من أن طول أمد الحرب سيعطي الحوثيين فرصة أكبر لتغيير ثقافة الناس، لا سيما مع احتكارهم كل وسائل الإعلام. هكذا بدت صنعاء ظهيرة هذا اليوم، غارقة بحشود ميليشيا الحوثي وبلافتات التنديد باغتيال القيادي الإيراني قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة قبل أيام. كل الأحرار في العالم سيحولوا أشلاء وأجزاء الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس إلى صواريخ تعبر القارات وتدمر البارجات وتفني الوجود الأمريكي. تنقل هذه الصورة التي تنتهجها ميليشيا الحوثي رسالة مفادها أن صنعاء الحوثي ليست سوى أحد أذرع طهران وجزءاً لا يتجزأ من المشروع الإيراني في المنطقة. اكتست صنعاء بصور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في الوقت الذي يراهم كثير من اليمنيين أبرز المتسببين في الحرب التي يعيشونها منذ 5 سنوات والحال المزري الذي وصلت إليه البلد. هنا ابنة قاسم سليماني تطلب من عبد الملك الحوثي وحسن نصر الله الانتقام لوالدها، في إشارة لواحدية المشروع وقوة الارتباط وكون حركة الحوثي جماعة وظيفية ضمن مشروع إيران في المنطقة. وهو الأمر الذي لم ينفه الحوثيون بتشييعهم الضخم لسليماني وإعلان ارتباطهم بقادة إيران في أكثر من مناسبة. يرى مراقبون أن سعي حركة الحوثي إلى تطييف المجتمع اليمني منذ 5 سنوات واستخدام المساجد والمنابر المختلفة التي تحتكرها كلياً في مناطق سيطرتها يدق أجراس الخطر إزاء تغيير ثقافة المجتمع اليمني وتحويله إلى مجتمع طائفي تتعدى خطورته إلى الأجيال القادمة. لا يتوقف الحوثيون عن وصم خصومهم بالعمالة والارتزاق للخارج، في إشارة للحكومة الشرعية المرتهنة للسعودية. لكن السؤال، وماذا يمكن أن يسمى ما تقوم به ميليشيا الحوثي وهي تظهر ولاءها العلني للمشروع الإيراني وتقحم اليمن في صراع إقليمي ودولي لم يجلب لليمنيين سوى الجوع والدمار؟ أصبح المشهد اليمني أقرب لحرب بالوكالة بين قوى إقليمية تحترب في الساحة اليمنية، حتى التحالف الذي كان قد برر تدخله في اليمن بمساعدة الشرعية على استعادة الدولة أعطى ظهره للشرعية واتجه لدعم ميليشيات تعمل على تفكيك وحدة اليمن وتقسيمه إلى دويلات متحاربة وفصائل متنازعة. جدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي في هنا في الاستوديو رئيس مركز باب المندب للاستراتيجيات والأبحاث الأستاذ نبيل البكيري. أهلا بك. أهلا وسهلا. حياكم الله. إذن حشد الحوثيون أغرقوا صنعاء باللافتات تنديدا بمقتل المهندس وسليماني ورفاقهما، كيف تابعت حدث اليوم؟ ما جرى في صنعاء خلال اليوم هذه من احتشاد كبير بمناسبة تشييع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، هو شيء طبيعي أنا باعتقادي، لم يكن مفاجئا لأحد، وخاصة أنه جماعة الحوثي هي امتداد عسكري وميليشوي وعقائدي أيضا للمشروع الإيراني، وبالتالي
ما رأيناه هو نتيجة طبيعية وفي حدودها المعقولة، يعني بالارتباط التنظيمي والفكري والثقافي الذي تشتغل عليه الحكومة الإيرانية منذ زمن طويل فيما يتعلق بهذه الميليشيات من العراق إلى لبنان إلى اليمن إلى سوريا. وبالتالي أنا باعتقادي لم يكن صادما أو لم يكن شيئا غير مألوفا، وخاصة أن الحوثيين يعلنون هذا صراحة يعني، وليس عندهم أي إشكال في إظهار مثل هذه الكربلائية الجديدة التي مثلها قاسم سليماني أو غيرها، وهم يعترفون بهذه الحقيقة. لكن هناك الذين يحاولون أن يعني أن يصطنعوا نوع من التذاكي في مسألة العلاقة القائمة بين جماعة الحوثي وإيران بالحديث على أنه يمكن فصل إيران أو فصل جماعة الحوثي عن إيران. باعتقادي مثل هذه الأوهام السياسية التي يحاول البعض يتذاكى حولها تنكشف سريعا أمام حقائق الواقع التي نراها اليوم. جماعة الحوثي لا يمكن لها أن تعيش بدون الدعم الإيراني، بدون هذا الترابط الذي رأيناه في كل المستويات، يعني مع أذرع الميليشيات الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان. وبالتالي شيء طبيعي جدا أن يخرجوا ويحتشدوا بهذا الشكل. وفضلا عن ذلك نحن أمام فترة طويلة في يعني وهم يسيطرون على كل شيء في العاصمة صنعاء، يسيطرون على التعليم، يسيطرون على المدارس، على الجامعات، يسيطرون على الإعلام، يسيطرون على كل شيء يعني. وبالتالي يعني لا تستطيع أن تحكم على أن هذا الاحتشاد هو نتيجة لقناعة الناس، بقدر ما جزء كبير جدا من هذه الاحتشاد هو ناتج ل يعني سياسة الكراه والقمع والجبر للناس الخروج، تهديدا لهم برواتبهم، بوظائفهم، بمعاشاتهم، بما إلى ذلك. جانب آخر أيضا وهذا الجانب خطير جدا ومؤشر خطير جدا، إنه في أيضا في يعني جزء لا بأس به من هؤلاء الذين خرجوا هو نتيجة للتعبئة المستمرة، وخاصة في مرحلة المراهقين والشباب الناشئة الصغار الذين كطلاب الثانويات وغيرهم. أنا لا أستبعد أنه في نوع من الاقتناع بهذه الأفكار، وخاصة من الشباب، فئة المراهقين الذين لا يستطيعون أن يميزوا مثل هذه الأفكار من غيرها، وخاصة أنه في ضخ إعلامي وفي دورات تدريبية لهم تأهيلية وتشيعية لهم بإن صح التعبير. أنا باعتقادي الموضوع خطير جدا فيما يتعلق بهذا الصنف من الناس، وهم الذين يحتشدون بدافع الفراغ الموجود الذي تملأ جماعة الحوثي بشعاراتها وطائفيتها وبأجنداتها التي تشتغل عليها في أوساط الناس وأوساط المجتمع خلال هذه المرحلة. طيب إذا ما تحدثنا على سياق الربح والخسارة، يعني إلى أي مدى جماعة الحوثي تأثرت بمثل هكذا عملية قامت بها أمريكا؟ لا شك العملية كانت كبيرة جدا، يعني حجم ردة الفعل هي تعبير عن عمق القضية أو هول القضية بالنسبة لي المشروع الإيراني. قاسم سليماني لم يكن رجل عاديا، رجل كان يمتلك كاريزما عجيبة، لكن لم نشاهده في صنعاء. أنت لم تشاهده في صنعاء، لكنه كان يقول من طهران مرورا ببغداد فدمشق إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى بيروت. الرجل كان يمتلك يعني جواز عبور عبر كل هذه الحدود التي صنعها سايسبيكو وأتى قاسم سليماني وحولها إلى مزار يتجول في أي وقت يشاء. وبالتالي قاسم سليماني إذا لم يوجد في اليمن، هناك الذين بعثهم وأرسلهم اليمن. نحن ندرك أنه في خبراء ومستشارين إيرانيين وهم الذين يديرون جزء من الحرب الموجودة في اليمن مع جماعة الحوثي. وبالتالي الرجل كان صاحب الجناح العسكري والمشروع العسكري لما يسمى بمشروع تصدير الثورة الإيرانية. يعني إذا كان هناك في المشروع الإيراني من شخصيتين مهمتين في هذا المشروع، هو الخميني صاحب الفكرة، وقاسم سليماني هو الذي نزلها إلى منزل التطبيق وحولها إلى فكرة عملية فيما يتعلق ب يعني حل الفراغ أو ملء الفراغ الذي حصل بعد سقوط بغداد في أغسطس 2003، وانطلاقا بعد ذلك إلى سوريا إلى بيروت وكل هذه الجغرافيا التي تمدد بها الرجل. الرجل لم يكن شخصا عاديا، وبالتالي حتى الأمريكان حينما قرروا اختياره ضمن قائمة الأهداف كانوا يدركون جيدا أنه رأسا ثمينا وأنه سيمثل ضربة قاضية وقاسمة للمشروع الإيراني في المنطقة وفي يعني والمشروع الإيراني عموما. وبالتالي حجم الخسارة حجم كبير جدا
لدرجة أنه أقول أنا دائما يعني على امتداد هذه الفترة أقول أنه يعني هول الضربة وحجم الهدف الكبير الذي تحقق أفقد الإيرانيين القدرة على ردة الفعل، وبالتالي هم لم يستطيعوا أن يردوا الفعل الآن، لأنه لم يكن يخطر في بال الإيرانيين أن الأمريكان ممكن أن يفكروا بمثل هذا الهدف. يعني ربما يقتلوا ضابط هنا أو قائد عسكري هنا، أو يعني أما أن يصلوا إلى قمة الهرم العسكري الإيراني فلم يكن تتوقع المؤسسة الإيرانية والحكومة الإيرانية وأذرع المشروع الإيراني لم يكن يتوقع مطلقا مثل هذه النهاية، وخاصة أن الرجل أيضا مات بنهاية بسيطة، يعني قتلة بسيطة ليس فيها ذلك التعقيد والأكشن يعني تعقب الرجل وتتبع الموضوع. باختصار خرج بسيارة مطار بغداد، جاءت طائرة وقضت عليه. يعني أنه أيضا حتى قاسم سليماني كان من درجة قدرة يعني ثقته بنفسه وما حققه في المشهد العراقي والسوري كان يعتقد أنه خط أحمر، يعني يعتقد نفسه أنه خط أحمر لا أحد يمكن يقترب منه، خاصة أيضا أنه يعني مثلا قبل أيام تقرير في قبل يومين تقرير في نيويورك تايمز تقريبا كان يتحدث عن أحد الضباط العراقيين وكان يقول أنه كان في نفس المربض الطائرات التي تنزل فيها طائرة قائد القوات الأمريكية في العراق، كان في نفس المربض في المطار كانت تقف فيه طائرة الجنرال قاسم سليماني. دعنا نشك معنا في الحوار أستاذ النبيل دكتور محمد جميح المحلل السياسي وكذا سفير بلادنا لدى اليونسكو. رحب بك دكتور محمد. إذا الحوثيين يقيمون في صعدة صلاة الغائب حدادا عن مقتل قاسم سليماني، لكن أيضا الصور تملأ يعني صور وحشود تملأ صنعاء التي يعني كما يبدو أنها ذهبت منذ 5 سنوات وإلى الآن لم تعد. ما دلالات حدوث ذلك الآن بعد 5 سنوات من دخول الحوثيين إلى صنعاء وقيام التحالف بعد ذلك؟ طبعا أخي الكريم بعد التحية لك ولضيفك والمشاهدين، يعني نتوقع طبعا أن يحشد الحوثي الحشود من أجل أن يظهر يعني نوعا من الولاء ونوعا أيضا من رد الجميل ونوعا من التلاحم وواحدية المصير والهدف بينه وبين الإيرانيين. الشيء ذاته فعله النظام الإيراني، يعني هذا النظام مع أدرعه في المنطقة هم يعني يفعلون الشيء ذاته. التكتيكات هي إيرانية في الأصل. النظام الإيراني يعني عندما نسمع من الأخبار أنه على سبيل المثال في الأحواز يعني هيئ الحافلات وأخرج الموظفين وهدد بقطع الراتب وحرض الناس على حضور استقبال جنازة سليماني القادمة من العراق، وأخرج النظام صورة لحشود من الأحواز على الرغم من أن الأحوازين معروف موقفهم أنهم يعتبرون أنفسهم أرضا محتلة، لكن هكذا فعل النظام الإيراني من أجل أن يظهر أو يعكس للآخرين أن الأحوازين عكس ما تقوله المعارضة الأحوازية عن شعبهم في الداخل. الحوثيون في صنعاء يعني ككل المناسبات يعتمدون التكتيكات ذاتها، إخراج الموظفين، إخراج الطلاب، توفير وسائل النقل المجانية، حشد الصور واللوحات واللافتات، وهذه تكتيكات الإيرانيين أنفسهم، يعني هي تكتيكات حزب الله وتكتيكات الحشد الشعبي وتكتيكات فاطميين وزينبيات والحوثيين، وكلها خرجت من العقل السياسي والعقل الإعلامي والعقل الاستراتيجي ذاته، وهذا العقل هو عقل إيراني بالطبع. الحوثيون طبعا بمظاهراتهم أو حشدهم للناس اليوم في صنعاء هم يريدون أن يقولوا بأنهم جزء من المقاومة. طبعا تنقص الحوثيين حجة الجغرافيا عندما يقولون يتحدثون عن المقاومة. طبعا حزب الله يمكن أن يقول أنه من المقاومة على اعتبار أنه قريب من إسرائيل، ولكن بالنسبة للحوثيين يرون أنها كبيرة أن يكونوا جزءا من معسكر أو محور المقاومة، ولذلك هم أضعف حلقات هذا المحور على المستوى الوجداني والنفسي، ولذلك يريدون أن يتخلصوا من هذه العقدة لديهم بحشد الحشود بأنهم نعم ضمن هذا المحور ونعم ضد أمريكا ونعم ضد إسرائيل، على الرغم من أنهم لا نتصور أن تقوم معركة بين الحوثيين وبين إسرائيل نظرا للبعد الجغرافي، وكذلك جماعة الحشد الشعبي في العراق.
لكن بالمجمل هذه الميليشيات أخي العزيز هي أغطية إيرانية. إيران تكمن قوتها في 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 أقنعتها، وهذه الميليشيات هي أقنعة. حزب الله قناع، والحوثيون قناع، الحشد الشعبي قناع، فاطميون، زينبيات، كلها أقنعة الوجه الإيراني وقفازات اليد الإيرانية. كذلك عندما نأتي إلى هذه الميليشيات داخل كل ميليشيا، فإن عناصر هذه الميليشيات عندما تقوم بعملية معينة تذهب إلى هذه العملية وهم مرسمون لا نعرف من هم. كذلك فوق هذا فإنهم أبو فلان وأبو علان دون أن نعرف من هو هذا الأب ومن هو هذا صاحب هذه الكنية. وكذلك القيادات مختبئة داخل كهوف في صعدة أو أقبية في الضاحية الجنوبية. إذا تعتمد إيران تكتيك التخفي وراء أقنعة، قناع وراء قناع وراء قناع وراء قناع، والقيادات أيضا في قناع في كهوف أو في أقبية. هذه هي مصدر أو هذا هو مصدر قوة الإيرانيين التخفي، لأن الذي يتخفى يعرف أنه في مأمن من 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 الضربة، ولذلك يعني يتصرفون أحيانا بقوة أو بجسارة لأنهم يتخفون. لكن إذا أردنا أن نكشف ضعف هذا المشروع علينا أن ننزع هذه الأقنعة. عندما ننزع هذه الأقنعة قناعا قناعا وقفازا قفازا ستظهر إيران ضعيفة. أنا أتصور أن هذه أن القنبلة النووية الإيرانية هي هذه الميليشيات التي زرعتها في البلدان العربية، لأنها هي التي تعطيها الزخم وهي التي تعطيها القوة. حاولت إيران تصدير ثورتها بالقوة أثناء حرب الثمان سنوات بينها وبين العراق، ولكنها فشلت وتجرع الخميني كأس السم كما قال. وبعد ذلك انصرفت إيران عن أسلوب الحرب المباشرة ضد العرب إلى الحرب بالوكالة، وهذا ما أجلته إيران صراحة خلال السنوات الماضية. لكن في تصوري رغم كل تلك النجاحات الماضية إلا أن هذا المشروع الإيراني وهذا التكتيك الإيراني بالاعتماد على الملشنة والاعتماد على المحاصصات الطائفية والاعتماد على الحرب الوكالة قد بلغ أوجه إنجاز التعبير، وهو الآن في مرحلة الانحدار. لماذا؟ لأن العالم يعني بدأ يعري هذه اللعبة الإيرانية، وعلى مستوى الشعوب العربية العراقيون خرجوا قبل السنة، الشيعة قبل السنة خرجوا ضد أيادي إيران في العراق، وكذلك اللبنانيون خرجوا يهتفون ضد حزب الله. لك أن تتصور أن إيران منذ أن دخلت العراق من 2003 بعد سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، كانت كل هذه السنوات الماضية أكثر من 15 عاما تغذي العراقيين وتضخ لهم كما هائلا من المعلومات ومن الشعارات، كلها ضد العرب، كلها شعارات عنصرية وطائفية لكنها بالمجمل ضد العرب. ومع ذلك خرج العراقيون مؤخرا في ثورة أكتوبر خرجوا بشعارات كلها ضد إيران، ولا يوجد شعار عرب شعار لكن ضد لكن العرب هناك من يتحدث شعار واحد ضد العرب. لكن هناك من يتحدث عن أن حتى القيادات التي أيدت خروج الثوار في يعني المطالب الشعبية في العراق ذهبت الآن لتعزي في مقتل سليماني والمهندس. لكن فيما يتعلق بالداخل اليمني أستاذ الدكتور محمد، يعني بالنسبة لتكريس الثقافة الطائفية، بالنسبة لي انعكاس وجود قوة سلاح لدى ميليشيا يعني تحسب على أنها بمشروع طائفي كما يفهم من كلامك، ما هي المخاطر في هذا السياق داخليا على المستوى اليمني نتحدث الآن؟ طبعا فقط يعني تصويب بسيط، يعني هناك صحيح قيادات ذهبت للتعزية، لكن الخط العام للمتظاهرين في العراق هو ندد بهذا وقال بأن هناك من يحاول أن يسرق ثورة العراقيين ضد هذه الميليشيات، وأن الميليشيات ذاتها تريد أن تتدخل من أجل حرف مسار الثورة عن طريقها السوي. لكن نعود إلى اليمن، الحوثيون طبعا يتصرفون وفق منطق سلطة أمر واقع في صنعاء، وبذلك يهيئون كل إمكانيات الدولة من أجل خدمة هذا المشروع. هذا بالطبع هناك من يطرح بأنه سيكون له آثار كبيرة على المستوى وعي الناس، مستوى ثقافة الناس، سيجذر من الصدع أو الشروق الطائفية بين اليمنيين، سيعمق الهوة الاجتماعية، كذلك سيهيئ الانقسام أو سيكرس الانقسام بين جنوب وشمال وما إلى ذلك. كل هذه الآثار ممكنة، لكن أنا في تصوري أن ضخا على مدار 15 عاما في العراق وأكثر من ذلك أكثر من 30 عاما في لبنان، ومع ذلك خرج اللبنانيون والعراقيون في كافة اليقظة العربية، اليقظة القومية العربية واليقظة أيضا المدنية،
ضد يعني تطييف الدين وضد ملشنة المجتمعات، هذا سوف يحصل في المجتمع اليوم أخي العزيز، في المجتمع اليمني اليوم أخي العزيز في صنعاء، رغم هذه الحشود ورغم أيضا رغم ما يسمى بحملة تكريس الهوية الإيمانية التي بدأها الحوثيون منذ أسبوعين، رغم كل ذلك إلا أن الأوضاع الاقتصادية القاتلة في صنعاء لا يمكن أن تستتب مع هذه الشعارات. بمعنى أنني يعني كمواطن في صنعاء اليوم عندما أسمع عن أرى صور قاسم سليماني وما يضخ في سبيل نشرها من أموال، وأرى كذلك الشعارات وأرى ما يضخ من أموال لحشد الناس، وعندما أسمع شعارات الموت لأمريكا ولإسرائيل، وعندما أسمع شعارات عن الولاية والولاء، وأسمع شعارات عن علي وعن حسن والحسين وكل هذا، ولا أجد لذلك يعني واقعا ملموسا، فإنني كمواطن يمني على سبيل المثال في صنعاء أشمئز من كثرة هذا الضخ، لأنه لن يتحول هذا الضخ إلى رصيد، لن يتحول إلى لقمة عيش، لن يتحول إلى مدرسة، لن يتحول إلى مستشفى. الحوثيون فشلوا في إدارة الخدمات، فشلوا في أن يكونوا مشروع دولة، فشلوا في أن يقنعوا الناس بأنهم سلطة عادلة وأنهم سلطة تستحق بأهلية وجدارة أن تكون سلطة لهذه الدولة، لكنهم بالمقابل قاموا بدلا من الاهتمام بالجانب الإنشائي والجانب المدني والجانب التنموي الذي كان يمكن أن يعمرهم أكثر، ذهبوا إلى الاهتمام بالشعارات وبالخطابات والانتماء الطائفي وتكريس الخندقة الأيديولوجية والطائفية مع إيران. كل ذلك لا يعني اليمنيين في شيء. ماذا يمثل قاسم سليماني اليمنيين؟ لا يعني لهم شيئا. قاسم سليماني في الأخير رجل إيراني قتلته طائرة أمريكية. الأمريكيون ليسوا يمنيين والإيرانيون ليسوا يمنيين، هذا لا يعنينا كمواطنين يمنيين عاديين. الناس اليوم يعانون من انهيار الريال اليمني، يعانون من شح الموارد، يعانون من انقطاع المرتبات، والسبب في ذلك هم الحوثيون، لأنهم في المناطق التي يسيطرون عليها منعوا حتى المرتبات التي أتت إلى الموظفين من عدن، بحكم أن هذه المرتبات جاءت بالعملة الجديدة. إذن لا يمكن أن تخدعني كسلطة في صنعاء بأن تضخ كما هائلا من الشعارات والخطب الرنانة، فيما الواقع غير ذلك. الناس يريدون شيئا مختلفا، الناس يريدون تنمية، الناس تعبت وملت من الشعارات. يعني لا يمكن أن يزاود الحوثيون على الناس مثل هذه الشعارات. وأنا أعتقد أن محاولات فصل اليمن عن سياقه الثقافي والتاريخي والجغرافي العربي ستبوء بالفشل. لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يكون اليمن جزءا من إيران أو أن يكون على منوال الإيرانيين، مستحيل. وهذا ما يطرح يعني التساؤل، يعني دعني أنقل هذا التساؤل إلى السيد نبيل البكيري هنا. على كل حال أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد جميح، محلل سياسي وكذا السفير بلادنا لدى اليونسكو، كنت معنا عبر الهاتف. بالعودة إليك سيد البكيري، يعني ما هو عمق الارتباط الحوثي بإيران؟ المسألة أيضا، هل الإيرانيون من يرعون الحوثي، أم أن الحوثي هو من يذهب ليبحث عن رعاية خارجية أو عن حليف إقليمي قوي؟ من الذي ذهب إلى الآخر في سياق المعطيات التي تجري؟ طبعا المعادلة بهذا الشكل ليست قطعية، يعني الموضوع ليست من وكيف، يعني هناك تخادم لا شك. هذا التخادم طبعا كان الأسبق له هم الإيرانيون. الإيرانيين منذ صعود منذ الثورة الإيرانية في عام 1979 وهم ماضون في مشروع تصدير الثورة، تواصلوا بكل الأقليات الطائفية والشيعية في المنطقة. لا تنسى انه يعني اول تواصل بهم جماعه بما اصبحت اليوم تسمى جماعه الحوثي منذ عام 1986، تواصلوا مع ممثلي الزيديه في مناطق في صعده تحديدا وبعض المناطق، وكان هناك زيارات متواصله، كان هناك نوع من الترتيب، حتى وصلوا الى مرحله الشباب المؤمن في التسعينات، بعد ذلك الى ما وصلنا اليه اليوم، يعني من حاله جلية واضحة أنه أصبحت جماعة الحوثي جماعة حاكمة تسيطر على سلطة أمر واقع في كثير من المناطق التي لازالت تحت سيطرتها اليوم. إذن ما هو حجم أنا هذه العلاقة بدي أقول هذا الارتباط؟ أنا أقول لك يعني أنه يعني حتى مثلا هذه الحالة التي نحن نتحدث عنها الآن، يعني أنت لا تغفل أنه آلاف الطلاب الآن يعني ومن قبل سقوط صنعاء، يعني كانوا هناك آلاف الطلاب يذهبون للجامعات الإيرانية، ويذهبون تحديدا ليس فقط للجامعات العلمية، كانوا يذهبون إلى الجامعات الدينية ويدرسون في الحوزات وفي الحسينيات في طهران. يعني
قلة قليلة من يسمح لهم بالذهاب إلى كليات علمية. جزء كبير جدا من هؤلاء الطلاب يتم تدريبهم عسكريا في معسكرات ويتم تجنيدهم طائفيا. جزء أيضا من هذا المشروع يتم الاشتغال عليه في الضاحية الجنوبية في بيروت، يعني كثير من الذين يسافرون من ويذهبون إلى بيروت يخضعون لمثل هذه الدورات. ذهبوا إلى دمشق أيضا في فترات ما وربما حتى الآن، يعني أنا من حسب المعلومات التي لدي هناك أعداد كبيرة جدا من الطلاب اليمنيين الذين يتم ابتعاثهم من صنعاء من قبل جماعة الحوثي وذهبوا للدراسة في سوريا. تحت لافتة الدراسة يتم الذهاب بهم إلى سوريا، هم أعداد بالمئات، لم يكونوا قدهم بالآلاف خلال هذه السنة، يعني السنتين ثلاث سنوات الماضية. أنا أعرف طلاب ذهبوا إلى دمشق ويدرسون في الجامعات السورية، لكن في حقيقة الأمر يعني الظاهر هو الدراسة، لكن في حقيقة الأمر هو عملية تجنيد وعملية تشييع لهم وتحويلهم إلى ضمن إطار هذا المشروع. وبالتالي يعني حتى القيادات الكبيرة العسكرية التي اليوم تدير المشهد العسكري في يعني في إطار جماعة الحوثي، معظمهم تم تدريبهم وتأهيلهم ثقافيا وعسكريا وأمنيا في أكاديميات عسكرية في دمشق وفي العراق وفي لبنان وفي أيضا طهران. وبالتالي المسألة ليست إنه يعني طيب هل من هو الأقدر على، يعني هل وقف الجانب العلاقة على مسألة التدريب والتجهيز فقط، أم أن هناك أيضا نوع من الدعم الأكبر؟ يعني ما الذي استفاده الحوثيون أيضا من إيران بشكل أكبر بجانب هذه الجوانب، أقصد تدريبية يعني الخبراء وما شابه؟ طبعا ماليا المسألة لا تتعلق إنه إيران تنفق بالمال، يعني إيران يعني مشروعها الأكبر في بالأساس هو عملية يعني زرع مثل هؤلاء الناس وتحويلهم أو تجنيدهم عقائديا وثقافيا وسلوكيا مع في إطار هذا المشروع. الجانب المالي أنا باعتقادي يعني إيران ليست بذلك الوفرة المالية التي ممكن أن تبعذق المال والفلوس يعني مثل تفعل بعض دول الخليج. يعني إيران لا تقدم فلوسا، إنما تقدم أشياء يعني من خلالها تستطيع أن تربط هذه الجماعات بها، يعني مثلا مسألة التدريب، مثلا التسليح، مسألة معامل السلاح، هذه كلها تشتغل عليها إيران. يعني حتى يعني الجانب المالي أنا باعتقادي إنه يعني كل جماعة هي يعني تدير نفسها ماليا. يعني جماعة الحوثي أنا باعتقادي إنه لا تستلم أموالا كثيرة من إيران، لكن تعتمد اعتماد كبير على التدريب وتأهيل كوادرها على الجانب الإيراني فيما يتعلق بذهابهم وعودتهم ومصاريفهم في الإقامة هناك والدراسة. كل هذا يتم ربما يعني أو تغطيه جماعة تغطيه الحكومة الإيرانية. أما فيما يتعلق بأنه توزع فلوس إيران، أنا لا أعتقد أن إيران لديها القدرة المالية لتعمل بهذا الشكل. طيب دعنا نشكر معنا في الحديث سيد البكيري اللواء مسرور الأحمر، اللواء سعودي الخبير العسكري والاستراتيجي، ورحب بك سيادة اللواء. إذن يعني صنعاء تغرق، يعني تغرق بحشود الحوثيين بلافتات تنديدا باغتيال قاسم سليماني، كيف تفسر أو في أي سياق تقرأ ذلك؟ مساء الخير لك أخي الكريم وضيوفك الكرام ومشاهديكم. أخي الكريم، إحنا نعرف أنه الرابط الآن صار رابط عقدي، يعني قبل ما يكون سياسي وقبل ما يكون يعني أي رابط آخر، الرابط بين الميليشيات الحوثية وبين إيران هو رابط عقدي. الرابط العقدي دائما ألو؟ نعم أسمعك سيد، تفضل. أيوة، الرابط العقدي عادة ما يأخذ أبعاد أقوى من أي روابط أخرى. السياسة الميليشيات الحوثية هي مرتبطة بإيران ارتباط كامل، وتعود إلى المنهج الإيراني في عملية تصدير الثورة الإيرانية إلى البلدان العربية. تلتزم الميليشيات الحوثية كما يلتزم حزب الله اللبناني، كما يلتزم بعض الأحزاب الحشد الشعبي في العراق وفي سوريا، والتي تلتزم بالسياسة الإيرانية كاملة وتتماشى مع التوجهات الإيرانية السياسية والعسكرية والاقتصادية، وتكون تحت ظل المظلة الإيرانية. فبالتالي عملية قتل سليماني الانعكاس لدى الميليشيات الحوثية كما الانعكاس لدى الإيرانيين، لأنهم الجميع تحت عقيدة واحدة وتحت توجه واحد وسياسة واحدة، ولا بد أن يتماشون معهم في هذا الخط ليبرروا مثلا لهم بأنه
يعني نحن معكم، نحن متضامنين معكم، نحن مع سياستكم، نحن مع أعداء يعني ضد أعدائكم. فمن هذا الباب النشاط الحوثية قامت بما تفضلت به، سواء هو إغراق صنعاء بالصور أو بالمراسم العزاء وما إلى ذلك. نعم. طيب، وفقا لهذه الأرضية التي تحدثت عنها وهذا المشهد الذي شاهدناه في صنعاء وكذا في صعدة وربما في أماكن أخرى، برأيك إلى أي مدى يمكن التعاطي مع الحوثي مستقبلا أو التفاوض معهم؟ هل من المجدي فعل ذلك؟ عزيزي، أنا لي وجهة نظر، ربما أنا أتوقع أنه الميليشيات، التفاوض مع الميليشيات الحوثية يعني هو مجرد وقت ضائع. التفاوض مع إيران، لأنه حتى الميليشيات الحوثية لما دخلت عدة مفاوضات سواء مع الحكومة، سواء مع الأطراف الأخرى، سواء في الكويت، في ستوكهولم، في يعني السعودية ربما، هذا المفاوض، نعم، كلها لا تستطيع الميليشيات الحوثية بأن تتصرف أو أن تجزم بشيء ما لم يكون موافق عليه إيرانيا، لأنه إيران هي الداعم الرئيسي لهم، هي الداعم الرئيسي لهم بالأسلحة، بالمال، بالتدريب، بالتجنيد، بالتوجيه، يعني حتى نوعيات الأسلحة الموجودة لدى الميليشيات الحوثية جميعها أسلحة إيرانية. طريقة التنفيذ في جميع في بعض العمليات يتم تنفيذها من قبل الحوثيين هي نفس الطريقة الإيرانية، سواء استهداف السفن في المضيق بمندب واستهدافهم في بحر الأحمر أو ما إلى ذلك، أو القوارب المتفجرة أو الألغام البحرية، جميعها كلها يعني عبارة عن منهج عسكري إيراني واضح. فالحوثيين المفاوضات لن تخرج عن يد الطاعة الإيرانية، لن يكون له موقف مستقل. الأساس يعني المنظر الرئيسي لهم والموجه هي إيران، وإحنا شايفين الآن هم لهم سفير هناك ويعني أرسلوا مندوب للعزاء، ويعني علاقتهم جدا مع الإيرانيين يعني على أعلى المستويات. نعم. في هذا السياق سيادة اللواء، يعني الحديث عن 5 سنوات منذ أن اجتاح الحوثيون صنعاء، وحوالي أيضا 4 سنوات ونصف أو أكثر ربما منذ انطلاق عاصفة الحزم، أكثر من ذلك، أكثر من 4 سنوات ونصف. إذن وهذا المشهد الآن نشاهده اليوم في صنعاء، أين مكامن الخلل؟ أين فشل إلى الآن مشروع مواجهة الحوثيين برأيك؟ أخي الكريم، عندما أراد الأمريكان تحرير الكويت من الغزو العراقي في حينه اتجهوا للعاصمة الكويت مباشرة، عندما أرادوا إسقاط طالبان في أفغانستان اتجهوا إلى كابل، عندما أرادوا إسقاط حكومة صدام حسين اتجهوا مباشرة إلى بغداد. العاصمة هي دائما ما تمثل القرار السياسي والاقتصادي والعسكري والاستراتيجي والتعامل مع جميع الدول الأخرى. اليمن أو صنعاء هي البوابة الرئيسية لانهيار حكم الميليشيات الحوثية. إذا لم يتم استهداف صنعاء ودخول صنعاء، فبالتالي أنا من وجهة نظري الشخصية ربما لا تفيد هذا المعارك الجانبية في هذا الأودية والجبال والمدن، يعني في كثير من الأطراف، وبرغم وعورة الأرض وتحتاج إلى حسابات وإلى تقديرات معينة، وعورة الأرض وما هي صعوبة الأرض اليمنية المشابهة لأراضي أفغانستان، فالعاصمة هي مفتاح الحل، لا غير ذلك. لا، أنا يعني لا أتوافق معه، ولكن لا نعلم عن ما هي الأمور في يعني بالنسبة للقراءات السياسية، يعني سواء من قبل التحالف العربي أو من قبل الحكومة الشرعية، لأنه العاصمة هي التي تمثل مفتاح الحل وهي التي تمثل الشرعية أمام العالم. نعم. شكرا لك سيادة اللواء مسرور الأحمر الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا على الهاتف من المنامة. بالعودة إليك أستاذ نبيل، ما هي مكامن الخلل؟ أسألك ذات السؤال الأخير للسيد للواء مسرور الأحمري، لماذا نشاهد هذا المشهد الآن في صنعاء على الرغم من أن يعني انطلاق عاصفة الحزم بتلك الأهداف التي رفعت والرايات وكثير من الأحلام التي كانت في ذلك الوقت لمن يعني أيدها كانت تعطي قراءة أن الواقع سيكون الآن مختلف تماما عما هو عليه في صنعاء؟
بالعكس، ما انا باعتقادي ما موجود في صنعاء هو نتيجه طبيعيه لكل معارك الخمس سنوات الماضيه السياسيه والاعلاميه والعسكريه. باعتقادي الخليج لا زال دخل اليمن وهو في حاله ارتياب، وكان له هدف واضح من دخول اليمن، جماعه الحوثي في بدايه الامر، يعني حتى لا لا يعني لا يعني حتى تظل ذواكرنا يعني طريه ولا تنسى ما حدث خلال سقوط صنعاء وما قبل سقوط صنعاء. كان هناك دعم واضح لجماعه الحوثي من قبل السعوديه ومن قبل الامارات لاستخدام جماعه الحوثي كعصا غليظه لضرب مرحله الانتقال السياسي لثوره 11 فبراير. يعني نحن لا زلنا نذكر كل التفاصيل التي حصلت التقاء ممثل الحوثيين بالسفير السعودي، ونذكر ايضا انه وصلت اسلحه واموال طائله من الامارات، وتم تسليح جماعة الحوثي بأسلحة كانت للحرس الجمهوري بأوامر وبلعبة إماراتية مع الحرس الجمهوري ومع علي عبد الله صالح. يعني كان في هناك اشتغال لم يكن الهدف سوى ضرب ثورة 11 فبراير من قبل الأشقاء في الخليج الذين بعد ذلك أعلنوا عاصفة الحزم ضد جماعة الحوثي التي خرجت عن نص الاتفاق الذي كان بينهم، وهو قتال الإصلاح وإسقاط بعض مؤسسات الإصلاح، ولكنها بعد ذلك انطلقت في عموم الجغرافية اليمنية وسيطرت حتى وصلت إلى عدن. وبالتالي اليوم يعني عندما نأتي بجردة حساب ما الذي تحقق خلال خمس سنوات ولماذا المشهد اليوم أمامنا في صنعاء هذه المشهد طبيعي جدا، لأنه الخليجيون لازالوا لحد الآن لا يرون الحوثي هو الخطر الحقيقي، مع أنه هو الذي مثل لهم كارثة يعني وعمل على يعني تدمير فكرة الأمن القومي والاستراتيجي المنطقة من خلال تحوله إلى عصا إيرانية، من خلال أيضا تطاوله واستخدامه السلاح ضد أهداف استراتيجية في المملكة وفي غيرها. وبالتالي مع ذلك كله يعني رغم كل ما تحقق أو ما تبين في مسألة خطورة جماعة الحوثي على الأمن المنطقة وعلى أمن الخليج، لا زالوا لحد الآن يتعاملون بكل فهلوة وبكل برود أعصاب، و الحوثي ليس هدف استراتيجي بالنسبة لهم، هو هدف تكتيكي. الأهداف الاستراتيجية لهم هي ثورة 11 فبراير وما تناسل منها من قوى ثورية أو ما انضم إليها سواء الإصلاح أو قوى الثورة أو غيرها. وبالتالي يعني كان طبيعي أن نراه اليوم. يا رجل الجيش على بعد أمتار، على بعد كيلوهات من العاصمة صنعاء في جبهة نهم وصرواح، يعني ممكن خلال 24 ساعة والجيش داخل العاصمة صنعاء، لكن القرار السياسي لهذا الجيش معطل، القرار مختطف بيد التحالف العربي. فلماذا التحالف العربي موقف هذه المعارك؟ لأنه يتفاوض الآن مع جماعة الحوثي. نحن نعرف أنه هناك في كواليس المشهد تفاوضات مع جماعة الحوثي وممكن أن يقبلوا بها. هل سيهدد هذا المشهد هذه التفاوضات؟ يعني يفترض يعني أنا باعتقادي أنه يفترض أنه هذا المشهد الذي يحصل اليوم، تأكيد جماعة الحوثي أنه جزء من المشروع الإيراني، يفترض أنه يعيد الاعتبار أو يعيد التفكير للخليجيين انه فعلا لا يمكن ان يلعبوا بعيدا، ان ينفردوا بجماعه الحوثي بعيدا عن التوجه الايراني. لكن انا باعتقادي الخليجيين ايضا يعني حتى لا نظلمهم او نظلم انفسنا، الخليجيين ايضا لا يتعاملون بسلوك الدول، يعني هم يتعاطون سياسه كشيوخ قبائل. يعني ممكن انك تكسب فلان تدفع له كم مليون دولار ولا مليار دولار، وممكن انه يعني حتى لو هذا الشخص لا ضدك وممكن يمثل خطر. يا رجل كيف تعاملوا مع مقتدى الصدر؟ يعني ذهبوا به إلى الرياض وعاد حاملا بمليارات الدولارات والهدايا الثمينة، مجرد أن وصل بغداد انقلب وعاد إلى أحضانه، لم يبقى في بغداد بل ذهب إلى طهران، ذهب يقدم خارطة أفكار للإيرانيين ما الذي وجده عند السعوديين. اليوم رأس حربة في وجه يعني المنطقة العربية كلها، وهو اليوم يحتشد ويعيد تشكيل ما كان يسمى بجيش المهدي وسيعيد الانتقام، وهم يعدون العدة ليس فقط للسيطرة على الحكومة في بغداد أو يعني إعادة، هم يرون أن المنطقة كلها هدف استراتيجي لهم من مكة إلى المدينة إلى اليمن إلى مصر إلى كل مكان. طيب هذا يعني يدفعنا إلى التساؤل وإن كان خارج اليمن قليلا في مسألة المشروع العربي المواجه لهذه المشاريع، ليس هناك للمشروع الإيراني وكذا للأجندة هذه. ليس هناك مشروع عربي يا لماذا يغيب؟ ليس هناك مشروع عربي بالأساس أصلا. المشروع العربي كان فيه مشروع بقايا مشروع أو دعني أقول يعني شبه مشروع كان أيام جمال عبد الناصر،
عبد الناصر كان يمثل في فترة من الفترات بداية المشروع العربي لم يمثل المشهد العربي وتشكيل أمة لها كيان ولها وجود. انهار المشهد. صدام حسين حاول أن يكون جزء من هذا يعني لا أقول أنه صدام حسين كان مشروع، بس صدام حسين كان عربي عنده كرامة عربية، كان يغار على العرب بكم أنه عربي، وأنه عانى كثيرا في لوجود العراقيين على الحدود الإيرانية وشافوا الهمجية الإيرانية كيف عربدت بهم، وأراد أن يكون للعرب كرامة صدام حسين، ولكن لم يكن لديه ذلك المشروع العربي الكبير يعني كمشروع كرؤية كاستراتيجية وبالتالي اليوم سقط صدام حسين، سقطت المنطقة العربية كلها. المشروع العربي الوحيد الذي كان ممكن أن نبني عليه هي ثورات الربيع العربي. هذا المشروع لكن هذا ليس حراك أنظمة وإنما حراك شعوب. هذا حراك شعوب. هذا المشروع كان مشروع شعوب، مشروع كرامة. لكن من وقف ضد هذا المشروع أو ضد هذه التطلعات المشروعة؟ الأنظمة الخليجية هي التي وقفت ضده وانقلبت في مصر وعربدت في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، ونراها اليوم في ليبيا كيف تتصرف يا رجل. وبالتالي أنا باعتقادي أنه إذا كان في مشروع طوال هذه الفترة هو الربيع العربي، الربيع العربي عملوا على القضاء عليه، لكن أنا باعتقادي أيضا أنه بوادر هذا المشروع عدم قدرتهم على القضاء عليه، وما رأيناه في السودان ورأيناه في الجزائر ونراه اليوم في بغداد ونراه في بيروت، أنا باعتقادي أنه هذا المشروع لا يمكن أن يموت. هذا المشروع يبحث عن قادة فقط، لا ينقص المشروع الكرامة العربية واستعادة الطموح والمشاريع والمشاعر للأمة العربية هي وجود قادة حقيقيين ونخب محترمة، لا نخب تافهة وسيئة مثل النخب الموجودة اليوم في المشهد العربي التي تصدر مشروع الانبطاح الموجود، سواء التي تلعق الأحذية الإيرانية أو التي تلعق أحذية الثورة المضادة في الخليج العربي. نحن بحاجة إلى نخبة تعمل في إطار استعادة هذه الثورة، زخم الحرية والكرامة العربية. العربي بدون حرية وبدون كرامة حيوان ليس له قيمة. وبالتالي اليوم نحن على هامش المشهد، تتقدم تركيا وتتقدم إيران وتتقدم إسرائيل، أين هم العرب؟ مع أن هذه المنطقة 90% من هذه المنطقة عرب، الشام وشمال أفريقيا والجزيرة العربية كلها منطقة عربية، والصراع يتم في قلب هذه المنطقة، وينتقل هذا الصراع من قبل أطراف لا علاقة لها بهذه المنطقة إلا من قبل الجوار التاريخي ليس إلا. الله المستعان. أشكرك سيد نبيل بكير رئيس مركز باب المندب للاستراتيجيات والأبحاث، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.